هل يجوز زكاة بهيمة الأنعام المشرية قبل أن تدور عليها السنة؟ وإذا بعت خمس من الغنم وشريت بدلها خمس، فهل تزكى لو حال عليها الحول؟ إذا اشترى غنما تزكيها بعد ما يحول الحول، إذا حال عليها الحول وشراها في القنية تزكيها إذا حال عليها الحول زكاة الغنم، وهكذا الإبل وهكذا البقر، إذا حال عليها الحول زكاها زكاة البهيمة السالمة. وإذا باع غنما بغنم يبلع الحول الأولى، إذا تم الحول الأولى زكى الأخيرة، أو باع غنم بإبل أو بقرة بقرة هكذا. وكأما إذا كان التجارة يبيع ويشتري التجارة فالزكاة في النقود، يقوم غنمه ونحوها من السلع يقومها حتى يزكيها زكاة التجارة.